ديال الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين جا في اطار العرف السنوي وهو الجمع العام اللي تنظموه اللي تنعقدوه كل سنه من اجل طرح الحصيله ديال الشغال ديالنا خلال سنه. الحمد لله هذه السنه هذه تكلمنا بكل شجاعه وبكل افتخار بالانجازات والاعمال الكبرى اللي قمنا بها، فالحمد لله حققنا مجموعه من المكتسبات من الاتفاقيه الجماعيه مع النقابه الوطنيه للصحافه والجمعيه الوطنيه اللي عرفت على ان واحد الزياده مهمه في اجور الصحفيين، كذلك التكتل التاريخي ان شاء الله اللي الان المجمع عقدوه في القريب العاجل ما بين الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين والمجلس الوطني للصحافه اللي غادي يتعلن على تاسيس المجلس الوطني للصحافه المؤقت اللي غادي يعلن على تاسيس ديالو في القريب في الايام القليله القادمه ان شاء الله ومع النقابه الوطنيه للصحافه. هادشي كله تيصب مصلحه واحده وهو الرفع من قيمه المقاوله الاعلاميه والخروج من هذه الحاله ديال الشتات اللي تنعيشوه وهذه الفوضى، لان السؤال الان المجتمعي تطرح علينا بقوه هو اي اعلام نريد واي اعلام نمارس. فالهدف ديالنا ان شاء الله هو في المشاريع المستقبليه الكبرى هو خلق مقاولات اعلاميه قويه اللي تترفع من القيمه ديال العمل الصحفي وفي نفس الوقت تترفع من القيمه ديال المقاوله الاعلاميه. هادشي كله مع شركاء سواء في الدوله سواء من المجتمع المدني سواء مع الهيئات المهنيه، والحمد لله نحن الان غاديين في الطريق الصحيح. ف الى الوزاره الوصيه والى الوزاره المتدربه في الماليه برئاسه السيد وزير القجع واطراف مهمه في الدوله، الهدف ديالها هو اعلام وطني قوي، اعلام وطني يدافع عن المصالح الوطنيه الكبرى، اعلام وطني متكتل سواء جهويا سواء قريا سواء عربيا ولما لا ان شاء الله عالميا. احنا في القريب في الايام القادمه ان شاء الله مقبلين على تنظيم واحد النشاط على الصعيد العربي، والنشاط ان شاء الله غادي يكون قوي واللي غادي يتماشى مع الطموحات ديالنا اللي كنا تنادوا عليه بها منذ زمان، وهو اعلام وطني قوي يدافع عن القضيه الوطنيه الكبرى. حنايا الان ان شاء الله غادي نترجموا في الايام القادمه مشروع الدعم، الان الحمد لله وصل الصيغه النهائيه ديالو وغادي يتم الصرف ديالو في نهايه هذا الشهر هذا ان شاء الله باذن الله. زياده في اجور العاملين تفعلات ابتداء من شهر جوج، وغادي تفعل ان شاء الله زيادة ثانيه في شهر جوج المقبل، زائد الاتفاقيه الاجتماعيه اللي غادي تكون مهمه. وفاش نهضروا على الاتفاقيه الاجتماعيه تتوازي ما قلت في الكلمه ديالي وهو مقاوله اعلاميه قويه، مقاوله اعلاميه قويه تنقصد بها هي المقاوله الاعلاميه تتشغل واحد عدد مهم من الصحفيين باجر محترم لا ينزل عن 6000 درهم مع شروط توفر على التغطيه الصحيه على التامين الاجباري وعلى لا روتريت زائد مجموعه من المحفزات الاخرى. فاي مقاوله اعلاميه ما تتستطعش او عجزات توفر هذه الشروط هذا من اجل ممارسه مهنيه فبطبيعه الحال ما غاديش تستفد من الدعم وما غاديش تكون ضمن خانه المقاولات الاعلاميه القويه، وهذا هو اللي تندفعوا به ان شاء الله من اجل تقويه كل المقاولات الاعلاميه من اجل اللحاق بهذا الركب هذا ان شاء الله.